بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره تشوفوا القناه اضغطوا على المربع الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد باذن الله تعالى. لايك وشير للفيديو فضلا وليس امرا. بس كمان انتوا شايفين من عنوان الفيديو ان هاتي معلقه بن اللي بنستخدمه في القهوه التركي وفحمه، وهنشوف هنعمل بيها ايه. لو لسه ما اشتركتيش لو سمحتي اشتركي، لايك وشير. يلا مثل ما انتوا شايفين اصحابي، انا جبت فحمة طبعا ودلعتها على النار، هي ورعة الحين، ومعايا هذا بن قهوة هنحط. شايفين اهو مثل ما انتوا شايفين. طب انا هستخدم هذا في ايه؟ مثل ما انتوا شايفين اصحابي ريحة البن رهيبة غير طبيعية كل ما بنحط عليها. طبعا انا حطها على مبخرة فخار مثل ما انتوا شايفين اهي. طبعا لو ما عندكيش المبخرة الفخار تقدري تحطيها في اي طبق ستانلس ستيل، وتحطي وتسوي بيها نفس اللي احنا سويناه كده. طيب ده فايدته ايه؟ اولا ناس كتير داخلين على موسم الصيف، وناس كتير بتعاني من الناموس ومن الهموش والذباب والاشياء هذا، بس هذا قوي جدا للناموس. هتروحي جايباه في الغرفه اللي فيها عندك اولاد او غرف النوم قبل ما تنامي بنص ساعه، هتجيبي الفحمه تولعيها وتحطي عليها شويه البن وتخليها تبخر او تدخن، ريحتها طبعا جميلة جدا كأن البن بيتحمص يعني. بس هتخليها تبخر خالص لحد ما الدخانة بتاعتها تنتهي، وبتقفلي الأوضة، بيقضي على الناموس تماما، يعني هتنسي الناموس طول الصيف بإذن الله بهذه الوصفة. يا رب الفكرة تكون عجبتكم. لايكات وشير للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.